يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن لفظة الكفر التي جاءت في تارك الصلاة غير مخرجة من الملة، لأنه قد جاء لفظة الكفر في بعض المواضع غير مخرجة من الملة؟ السائل هذا ما يفهم الفرق بين الألفاظ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول إذا أطلق الكفر بالألف واللام معرفا، المراد به الكفر الأكبر. وأما إذا جاء الكفر منكرا، مثل قتال المسلم، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر منكر، هذا أصغر، هذا الكفر الأصغر. نعم.